شوف انا مدريدي لكن لو بتكلم بشكل عام ميسي. ليش؟ بتتكلم كلاعب من كل النواحي، ميسي موهوب اكثر ما شاء الله، متميز في جوانب اكثر، تتكلم كصناعه لعب، اهداف، اسيستات، مهاره، كل شيء. ميسي ليش؟ صراحة ميسي عنده مهارات ويعني أمتع العالم بالكرات، فلعبه الجميل والمهارات الجميلة بصراحة ما فيها كلام. يعني زي ما أنت عارف يعني ميسي متكامل يعني حبيبي سلمك، زي ما أنت عارف يعني ميسي يعني والله فوق، يعني يتصنف مع الأساطير. يعني ميسي أكيد لاعب متكامل صراحة، مقارنة مع رونالدو فيها شوية ظلم، إنه رونالدو لاعب في ثلاث سنوات الأخيرة صار يركز على التهديف بعد عن فترة عن مانشستر يونايتد اللي كان مهارية بشكل فظيع على الأطراف والأجنحة، بس حاليا ميسي ما يقارن بأحد نهائيا.